خلينا اول شي نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف حتكون هذا الشهر ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي لانه الحمل دايما بقولوا تعبانين تعبانين <applause> وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل تعبانين فخلينا نشوف طاقتكم واو أه، طاقتكم هاي هي هاي تفتكس اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما وليكن حصانة خلينا نقول عناية إلهية أكثر ما هي منك أنت جهد منك أنت راح تكون خطواتك مباركة خلينا نقول طاقتك هاي الشهر عم تتحلى بالقوة اللي نابعة من داخلك نابعة من من يعني من روحانياتك فالظاهر انه روحانياتك عالية هيدا هذا الشهر بالفترة اللي قلنا عنها فرح تستمد طاقتك من داخلك ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد ولكن قوتك رح تكون داخلية فحلو كتير انه رح تستغل يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك لحتى تعرف تمشي امورك هذا الشهر خلينا نشوف بشكل عام اذا إيه، توقعات برج الحمل اخ آه، ليش حزينه يا برج الحمل كل مره كل شهر بتمنى انه تطلع من هاي الطاقه بس شكلها علقانة فيك شكلها على الآن فيك هاي الطاقه لها فتره طبعا نحن بنفتح بشكل عام العاطفة إذا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر أي شيء ببين بنحكي عنه ما حكينا عنه فما بيكون آه ما بيكون موجود بالورق أو ما بيكون في فرصة كبيرة لإله يعني أحيانا بالقراءة ب يعني ما ببين عندي سفر فبسألوني بالتعليقات إنه طيب ما حكيت عن يعني السفر ما حكيت عن السفر لأنه ما في فرصة للسفر ما في يعني قدامي بين في فرصة للسفر لذلك أنا ما ذكرته فعلشان هيك يعني بتمنى إنه تتفهموا الموضوع أو القصة كيف بتصير عم بشوفك يا برج الحمل ببداية هاي الفترة خلينا نقول أول أسبوع شايفة في أحلى شيء إنه في تمرحل في مراحل في الموضوع عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير اكتشفت موضوع معين خلاك تأخذ فكرة عن أشخاص أو شخص عزيز عليكي كتير يعني مثل كنت يا إما سول ميد يا إما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل فعم بشوفك مثل خلص بعد هذا الشخص انزويت شوي او انطويت شوي على حالك او حتى حبست حالك اكثر شيء ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك عم بشوف مثل تعبان خلاص في عندك صار عدم امان للاشخاص ما عم تعطي فرص للاشخاص في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك في هاي الفترة ولكن عم بشوفك واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين بسبب حب قديم بسبب خذلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق فعم بشوفك في بعد هاي الفترة أو بعد هذا الأسبوع عم بتكافح أو عم بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى تمشي بهاي العلاقة أو تمشي بهذا الموضوع بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قويه وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقه بين عندي انه في عنايه الهيه فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كذا خطواتك هذا الشهر مباركه وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كذا فعم بحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بحاول انه يعني يغير الطاقه اللي بناتكم ولكن انت انا شايفيتك ماخذ خلص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخذلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فتره ولكن في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كثير لا يعني ماسك سلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير متحمس لإلها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد إله علاقة في الإبداع إله علاقة في ممكن يعني هو مثل عمل حر او شركه ما بين ما بينك وما بين شخص ثاني ممكن يكون ولكن هاي الخطوه يعني جدا رح تكون متحمس الها ورح تكون تمر على خير يعني انا شايفه هذا المشروع او هاي الفكره اذا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصه رح تكون جدا مباركه هاي الخطوه. الشخص ممكن يكون هوائي اكثر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون يعني من الابراج لا من الابراج الهوائيه او سرطان من الابراج الهوائيه اللي هي بنعرفها ميزان دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن إذا كانت عندك فكرة إنه تفتح مشروع أو تبلور فكرة أو فأنا شايفيتها ماشية على خير أو إنه عمل جديد هو رح يجيك فرصة. عم بشوف آخر فترة عم بشوف في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك أو كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع ب والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لأنها قراءة عامة أكيد. خاصة القراءات العاطفية فهون مبين أن الوضع عن الوضع العاطفي هاي الأوراق مبين أنه هذا الشخص فعلا في حب حقيقي بينك وبينه هذا الحب قد ما يعني قد ما عمل الطرف الثاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مره بترجعوا لبعض فشايفه انه هذا الشهر او هاي الفتره كثير حلوه بالنسبه للعاطفه خاصه للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين، شايفة انه الشمس عم تشرق اكثر على حياتهم، الشخص المقابل او الطرف الاخر رح يرجع بروح جديدة، رح ينعش هذا الحب، رح يتحركش فيك وغالباً إذا كنتوا منفصلين فأنا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص. شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون في بالمستقبل ارتباط او شيء رسمي بيناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة في اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح في مناوشات في قصص عم بتصير في ولدنة من الطرف الاخر او منك ولكن بال... بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال وحتى لو كنتوا متزوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم مبين انه في عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عبارة عن نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتم بتعرفوا انه اكثر من نوع يعني مو شرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني في له كثير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكره هذا الكرت ممكن يكون نهايه لعلاقه ثالثه لانه انا بشوف هون في طرف ثالث عم بيوقف آه يعني تج تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لا علاقتهم مع بعض ولكن آه النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك آه يعني عرض عم بيقدم لك اعتذار عم بيقدم آه خلينا نقول صفاء آه نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين أو للمنفصلين وشايفه في تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تتطور العلاقه اكثر شايفه في حميميه اكثر بين المرتبطين اللي على علاقه اللي مش منفصلين شايفه زياده في انه تدخلوا في بعض اكثر شايف في امان اكثر عم بتحس كل واحد عم بحس ناحيه الثاني بامان وعم يلجا له بالمشاكل عم يلجا له بكثير امور عم بتبين عندي الطاقات أكتريتها طبعا في عنا قوس في عنا أسد في عنا سرطان وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فظيع بالنسبة للعمل بشوف أنه طاقتك هاي الشهر كلها رح تكون رسم حدود عم بترسم حدود او آآ آآ خلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق، كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كثير، كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شيء او كذا تهمشه، لا هاي المره عم بشوفك كثير عم بتوقف وقفه يعني اسد خلينا نقول، وقفه خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكذا، وعم بشوف كمان رجوع حق اذا كان في العمل او في العاطفة في حق رح يرجع لك في كارما رح تصير في الموضوع فشايفة تقدم كبير هذا الشهر على جميع الاصئلة ان شاء الله لبرج برج الحمل بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية بس انه يحترس من هذا الموضوع آه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا أيا من الأبراج الهوائية آه وممكن غير هيك يعني مو شرط آه ولكن هذا الشخص في من وراء مش يعني شر في من وراء يعني خوف وكذا فكنت إذا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص أو إذا في شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه ما عم بقول لا تعطيه فرصة عادي جدا ولكن بدك تكون محترس وما تعطي الأمان أو الأسرار بشكل كبير من أولها لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اعمل هاي الخطوة لأنه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد قرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخذ خطوات عم تاخذ خطوات بجراه بناريه فلا هدي شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكثر شيء بين اذا كان في شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شيء حابين يسافروا في فرصه سفر فعلا حقيقيه وحلوه خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بده يسافر على عمل وشايفة في ناس عم بتسافر ك... كسياحة مع الحبيب يمكن مع فشايفة في سفر في الموضوع هذا أكثر إشي حبايبي خلينا نشوف من ورق تاني إذا في أي تفصيلات أخرى أو مواضيع شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد روحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الأمنية رح تتحقق في هاي الفترة في شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص إما رح ينتهي تسلطه رح يتغير هذا الشخص في هذا الشخص على فكرة قريب كثير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لأنه هذا الورق أنا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بصير حنون أكثر عم بغير شوي من أفكاره بتنازل شايفيتك بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصة إنه في احتمالية كبيرة إنه يكون في طرف ثالث في الموضوع شايفه نهايه تقريبا ل شفنا قبل شوي نهايه لطرف ثالث وفعلا في طرف ثالث يا جماعه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون خيانه ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فاذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك زي ما بيعطي العمل للمتزوجين مثلا لاي علاقه عاطفيه كانت مرتبطين او منفصلين بشوف في انهاء ل يعني الطرف الثالث العائق في في الموضوع رح يكون في نهايه لإله. عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم باكد على بعضه، عم بشوف كل واحد بشعر بالامان ناحيه الثاني، شايفه في كيف بدي اوصلها لكم؟ شايفه حتى لو ما كان في علاقه رسميه او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيشوا بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة انه الطرف الثاني مخبي لك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبي لك مفاجأة مخبي لك موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع بحذر او انه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بالرجوع وكأنك يعني مشكك بالطرف الآخر مشكك بالشريك يمكن من كثر ما عمل شغلات أو هيك أمور شايفة مراقبة كبيرة من الطرف الآخر من الشريك يعني عم بيراقب بطريقة ولكن ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم بيراقب لكن مش حابب يعرف انك انت تعرف انه هو عم بيراقبك طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكثر شيء لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك إذا في بشاره اذا في شيء اه حبيبي قلت لك في شخص جديد راح يدخل حياتك فراح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي آه، انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي راح يدخل حياتك اللي قلت لك كون حذر شوي معه أو إنه على الصعيد العملي راح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي إنت فيه أو إنك تترك الشغل وتمشي فراح يكون في قدامك خيارين تختار منهم راح يكون كتير صعب الاختيار ولكن أنا شايفتك راح تختار الشي المناسب يعني على خير هذا هذا الموضوع إن شاء الله راح يتم على خير طيب في تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف ورق التحذيرات أيوة شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بت... بعقلك الباطن بتفكر بالأمور ب أوهام كتير في أمور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الأمور تحسب حسابات كتيرة تستنتج تحلل تحليلات كتيرة عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأثر هذا الإشي على فكرة على صحتك فالتحذير إنه لا تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لأنه ما ما بتستفيد منها شيء يعني طاقة سلبية هي أساسا وما في إلها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والأمور وأساسا فكرت أو ما فكرت النتيجة وحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الأمور اه خلينا نشوف هيك واو اذا في نصيحه من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفتره عم بقول لك انه رح تعيش رومانسيه بزياده هذا الفتره الجاي فراح تعيش مع الحبيب او مع يعني راح تكون في رومانسيات كتير راح يكون في مشاعر جياشه خلينا نقول راح ترجع علاقتكم زي ما بلشت مبين انه رومانسيات كثير يعني ما توقعت يطلع لكم هذا الكرت بس شيء حلو بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم شريك مبين انه في زي فارس أحلام أو زي مثلا عريس أو علاقة جديدة عم تدخلوها وعم